عمر، انت من الناس اللي هم بيشوتر بيعرفوا يشوطوا حلو جدا. شفنا جونك في ليبيا، شفنا شوطك بتاعت كوت ديفوار في العارضه. ليه ما بتشوطش كتير؟ هل دي المشكله دي بقت بتزعلنا انا والمنتخب مصر ما بنشوطش كلنا كتير؟ هل دي تعليمات ولا بيبقى ايه السبب؟ مش تعليمات بس تقريبا ما بيجيلكش الفرصه انك تشوط كتير في الماتش، بالذات ان احنا لما بنحاول نوصل دايما انا كعمر بفكر ايه احسن حل. ان انا وانا بجري بالكوره شايف 3 4 قدامي، يمكن لو اديت له الكوره هيبقى هو في مكان احسن ان هو يجيب جون. يمكن هي دي الاوقات اللي انا ممكن اغير القرار فيه واشوط واجرب، ان انا فعلا في البونسيجا وفي حتى في ماتش ليبيا جبت جون من بعيد وبعرف اشوط كويس الحمد لله. بس بوعدك ان في الماتشات الجايه ان شاء الله هحاول. خلاص تمام، وهنطلع الفيديو اول جون من شوطه يجيبه عمر ان شاء الله. ان شاء الله.